أهلا بأحلى عيلة، عيلة دانافليكس. بيبدأ الفيلم وبنشوف آدم واللي كان بيشتغل شيف وهو رايح لشغله ومزاجه كان متعكنن. لما بيركب الباص بيفتكر هنا الشيف اللي علمه الطبخ جان لوك، وبالرغم من إن آدم كان شيف موهوب ونفسه في الأكل تحفة، بس كان تاريخه مليان بلاوي في حياته من ساعة ما بقى بيتعاطى المخدرات، وبسبب المخدرات سيرته كانت على كل لسان هو والمطعم اللي بيشتغل فيه واللي كان من أكبر المطاعم في باريس، وصاحب المطعم كان جان لوك نفسه. بعد كده بنشوف آدم بيروح مدينة نيو أورلينز عشان يعاقب نفسه لأن ضميره كان بيأنبه طول الوقت بسبب انه بوظ كل حاجة حواليه، وبعد ما عدى بأيام يعلم بها لربنا بيقرر اخيرا يبني كل حاجة من تاني من الصفر، واولهم انه يبني مطعمه الخاص ويطوره لحد ما يوصله للشهرة بين باقي المطاعم. وعلشان يبدأ في الخطوة دي بيروح فورا للندن علشان يقابل صاحبه القديم توني واللي كان بيشتغلوا سوا لما كان ادم في باريس. وفي لندن بنشوف توني واللي كان مدير فندق الاكبر الفنادق هناك واللي بتاع عيلته اصلا، وهناك بيطلب من توني انه يشغله كرئيس للطباخين في مطعم من المطاعم اللي عنده. ولما بيسمع توني من ادم الكلام ده بيضحك ويتريق عليه لانه كان عارف ماضي ادم المنيل والمليان بالمشاكل بسبب المخدرات. مش بس كده، كمان ادم دلوقتي في حياته اعداء كتير، سواء بقى ناس سبب لهم اذى في حياتهم او تجار المخدرات اللي كان مديون ليهم وبقى بيتهرب منهم عشان ما كانش بيدفع لهم. وفي وقت تاني من اليوم بنشوف ادم وهو بيزور صاحبه كان اسمه كونتي، ولما بيتكلموا مع بعض بيعرف منه ان جان لوك توفى. ولما قعدوا يتغدوا وبدا ادم يدوق الاكل في مطعم كونتي، ما عجبوش الاكل وراح طلب يشوف كبير الطباخين في المطعم، وراح دخل المطبخ وقابل طباخة اسمها هيلين، وهنا بيتريق على طبخ هيلين واعتبرها انها طريقة عادية ونفسها في الاكل يقرف، وده خلى هيلين تكرهه من اولها. وبعد ما بيمشي ادم من عنده كونتي وهو في طريقه بيقابل واحد من اللي كان يعرفهم قبل كده وهو ميشيل، وطبعا كان بينهم طار قديم زمان لان ادم دخل في مطعم ميشيل فيران لما كان بيشتغل عنده علشان يشوه صورة مطعمه وينتقم منه، فبيتخانقوا مع بعض وميشيل قام بهدله عشان ياخد حق. بس بعد كده النفوس بتتصافى وميشيل كان خلاص سامح ادم ومش شايل منه، بيقول له كمان انه عاوزه معاه لما يفتح مطعمه قريب. وتاني يوم بنشوف ادم لسه عمال يفكر في مشروعه الوحيد اللي طبعا بقى معروف وهو المطعم، وطبعا في الاول كان لازم يدور على طباخين شاطرين، فبيروح مطعم صغير علشان يقدر يركز على شويه حاجات، وهنا بيشوف شيف اسمه ديفيد وبيعجبه اسلوبه في الكلام والتعامل، ولما بيشوف طريقته في الطبخ بتعجبه جدا وعلى طول بيطلب منه انه ينضم لمطعمه الجديد اللي بيقرر يفتحه، بس بشرط انه يسمح له ديفيد يبقى في بيته كام يوم كده لحد ما يظبط اموره. ولما بيوصل معاه البيت فعلا بيقرر ادم يجهز الاكل بنفسه لديفيد وصاحبته اللي كانت معاه، وعلى الرغم ان ادم طباخ مشهور جدا لكن اسلوبه في الطبخ كان قديم شويه. وبعد كام يوم ادم بيقرر يروح يقابل هيلين مره تانية وبيطلب منها تيجي تشتغل معاه هي كمان لمطعمه اللي هيفتحه قريب، بس هي طبعا بتفتكر طريقته الوحشه لما قعد يتريق على طبخها قبل كده وسابته ومشيت. وبعد ما فشل ادم في اقناع هيلين بيقابل واحده من النقاد واللي بيعملوا كده زي ريفيوهات للمطاعم واللي هي سيمون فورس، وبيطلب منها تعمل تفتيش مفاجئ كده لمطعم توني، والهدف من طلبه ده انها تكون زي وسيط كده علشان يقدر يرجع يشتغل في مطعم توني. وبالفعل تاني يوم بتقرر سيمون تروح لمطعم توني، ولما بيشوفها توني بيحس انه متوتر جدا وبيطلب على طول من الشيف يجهز افضل الاكلات عنده، لكن كان من الواضح ان الاكل اللي عمله الشيف بسيط جدا ومش هيتناسب مع معايير سيمون. وعلشان مطعم توني سمعته ما تروحش في الارض وما ياخدش تقييم سيء من سيمون، هنا ادم بتجيله الفرصه وفعلا بيسمح له توني وهو اللي يطبخ. وبالفعل ادم بيجهز احسن الاطباق عنده، وبعد ما بيخلص بيقدمها لسيمون، وطبعا زي ما هما كانوا متفقين مع بعض من البدايه سيمون عجبها قوي، وبكده ادم نجح في اول خطوه ليه وهو انه يقدر يقنع توني بالشغل عنده. وفعلا بالليل لما بيقعدوا بيتكلموا بيقنع ادم توني مره تانية انه خلاص هو اتغير للاحسن فعلا، وبيطلب من توني مره تانية انه يخليه يشتغل عنده في مطعمه، ووعده ان المطعم هيكون في حته تانية خالص. وفي النهايه بعد ما شاف توني ان ادم مصر وعشان كان سبب في انقاذ سمعه مطعمه النهارده بيوافق انه يشتغل مع ادم. وتاني يوم ادم بيروح يزور صديقه الانتيم ريس واللي كانوا شغالين مع بعض زمان في مطعم جان لوك في باريس، وهناك ادم باين انه مش عاجبه طبخ ريس وده لانهم بيستخدموا حاجات حديثه وغريبه كده في تجهيز الاكل. وبسبب كلام ادم الحوار بينهم سخن جدا، خصوصا ان ريس عرف ان ادم جاي هنا للمطعم علشان مصلحه معينه وهو انه ياخد تقييم جيد كشيف من مطعم ريس. وبعد ما بيمشي ادم من عند ريس بيقابل شيف تاني وده كان اخر واحد في المجموعه اللي بيحاول ادم يضمها لمطعمه، ولما بيعرض عليه ادم العرض ده بيوافق ماكس على طول وهو مبسوط جدا. واخيرا ادم بقى مستعد لافتتاح مطعمه اللي اختار كل حاجه فيه من اول مكونات الاكل وديكورات
المكان لحد التفاصيل الصغيرة اللي مش موجودة في باقي المطاعم علشان تبقى فيه حاجة بتميزه. وفعلا افتتح المطعم واللي سماه مطعم آدم جونز، وتولى هو رئيس الطباخين، وللأسف هيلين اتطردت من شغلها في نفس اليوم. وبنفهم ان دي كمان آدم كان مدبر لها الفخ ده علشان يقدر يجيبها تشتغل معاه في المطعم عنده، وبالفعل بيروح لها وبيتفاوض معاها لكنها بترفض. لكن آدم بيعرض عليها راتب قد اللي كانت بتاخده 3 مرات، فبتوافق في النهاية. وفي يوم الافتتاح بتحصل مشكلة كبيرة، وهي ان في اكتر من 4 ترابيزات كانوا فاضيين، وده يعتبر حاجة وحشة جدا بالنسبة لافتتاح اي مطعم، غير ان الصحافة ما سكتتش والنقاد كمان ما يتوصوش. ولما بيشوف ادم الخبر بيتعصب جدا وبيزعق في كل الطباخين عنده، وبعدها بيطلع بره المطبخ شوية علشان يهدى مع نفسه. بيرجع من تاني للمطبخ ويطلب من كل الطباخين يعملوا الاكل باحسن حاجة عندهم، ومش عاوز اي اخطاء منهم، وبينتقدهم وبيحمسهم في نفس الوقت. ولما هيلين بتشوف اسلوبه ده اللي خلاها ما تسكتش ابدا على اللي هو بيعمله، لان المنيو اللي عاوز يجهزه ده قديم جدا وطريقته مش مناسبة في الطبخ. بس النقاش ده كان نتيجته ان هيلين اتطردت من اول يوم شغل ليها في مطعم ادم. وتاني يوم بيقابل توني هيلين مرة تاني، وبيحاول يقنعها ترجع للمطعم وتكمل شغل مع ادم، وبيحاول يبرر لها انه بس ادم متعصب شوية اليومين دول بسبب الضغط عليه. وتاني يوم بتروح هيلين مع توني وبتاخد معاها ادوات حديثة للطبخ، وبتحاول تقنع ادم بيها وبتقول له انه لازم يواكب العصر ده ويتأقلم على التغير والتطور. واخيرا بيقتنع ادم بكلامها وبيبدأ شغل مرة تانية. المطعم رجع زي الاول واحسن كمان، والزبائن بتيجي من كل مكان، وكمان راضيين جدا ومبسوطين قوي. وهنا بيجي واحد من النقاد المطعم اسمه ايميل، واللي يبقى ابو توني، وبعد تجربته للمكان كان سعيد جدا، وكمان كتب تقييم حلو قوي عن المكان في الجريده. وهنا بتوصل الاخبار لريس اللي بيقرا الجريده، واللي بتبين نجاح ادم الكبير ده خلى ريس محبط جدا، ومن شده عصبيته دمر مطعمه بالكامل. وفي يوم من الايام بيجمع توني كل الويترز بالمطعم وبيقول لهم ان المطعم هيدخل في تقييم قريب، ولازم تكون درجه التقييم دي عاليه، وبيطلب منهم يكونوا مستعدين دايما، وبيقول لهم على صفات الفريق اللي هيعمل لهم التقييم علشان يفهم دماغهم كويس ويعرفوا ازاي ممكن يقدموا لهم افضل الاطباق وينجحوا في المهمه دي. ومن الحاجات اللي بتميز الفريق ده ان هم بيجوا زي راجل ومراته، ودايما بيطلبوا المقبلات والحلويات. وفي الليله دي بتيجي هيلين وبتطلب من ادم انها تمشي علشان عيد ميلاد بنتها بكره ولازم تحضره، بس لسوء الحظ ادم بيرفض طلبها ومش بيسمح لها تاخد اجازه بكره، فبتتعصب هيلين وتتضايق جدا من تصرفه ده، ومن عصبيتها دي بتروح المطبخ وبتتعصب على كل اللي حواليها وبتكسر الاطباق. وتاني يوم هيلين كانت مضطره انها تجيب بنتها معاها ليلي لمكان الشغل، ولما توني بيشوف ده بيروح لادم وبيقول له عيب كده، على الاقل اعمل لها تورته عيد ميلادها. بس ادم بيرفض في البدايه من عصبيته، لكن توني بيضغط عليه وبيحاول يقنعه، وبالفعل بيضطر ادم يوافق في النهايه. وبيروح توني يقعد مع ليلي، وبعد شويه بيجي ادم ومعاه تورته عيد ميلاد ليلي، وهما بيتكلموا. ليلي وصفت ادم انه عصبي وانسان غريب في تصرفاته، وهي مش طايقاه، بس ادم حاول يكون هادي جدا معاها ويعاملها بطريقه كويسه. ولما بتشوف هيلين الموقف ده بتفرح جدا وبتحس بالسعاده. وفي يوم من الايام ريس صاحب ادم بيعزمه يحضر العشاء في مطعمه، فبيقرر ادم انه يروح، وبيطلب من هيلين انها تيجي معاه. بس بشكل غير متوقع هنا ادم بيقابل ان ماري، واللي هي بنت جان لوك، وبيتكلموا شويه مع بعض، وبعدها بتقول له ان باباها طلب منها قبل ما يموت انها تدي السكينه الشخصيه بتاعته اللي كان بيقطع بيها لادم، لانه كان شايف دايما ان ادم شيف موهوب وشاطر جدا، وهو اللي يستحق يكون خليفته. وبعد ما بينتهي اليوم من حفل افتتاح مطعم ريس، وادم في السوق واقف لوحده وبيفكر في امور كتير، بتقرب منه هيلين وبيتكلموا مع بعض عن ماضيهم وحياتهم قبل كده. ادم بيقول لها انه في طفولته كان بيشتغل في سوق السمك، والشغل كان متعب وصعب قوي. بعد كلام كتير مع بعض بيمشوا من السوق وبيرجعوا للمطعم. فلما بيوصلوا ادم بيجيله اتصال من تاجر المخدرات اللي كان بيتعامل معاه زمان، وبيطلب فلوسه دلوقتي منه لانه محتاجها ضروري. وفي المطعم هيلين لما مش بتلاقي ادم موجود بتقلق عليه وبتدور عليه في كل مكان، وبتطلع بره بتلاقيه قاعد جنب صندوق الزباله وحالته وحشه قوي عشان كان مضروب في وشه وبينزل منه دم. فعلى طول هيلين بتخليه يخش المطعم وبتحاول تعالج جروحه. بعد شويه بيجي واحد من الويترز بسرعه وبيبلغ ادم والباقي انه شاف مجموعه من الزباين بره فيهم نفس الصفات بتاع فريق التقييم. وهنا بسرعه ادم بيتحرك وبيجري للمطبخ، ورغم وشه اللي كان متعور طلب من الكل انهم يجهزوا ويتبقوا في تحضير الاطباق. بعدها جه توني ومعاه الاوردر اللي كان متقدم لواحد من الزباين، وبان على وشه الصدمه. وواضح ان الزبون ده اتقدم بشكوى في المطعم، لان الطبق اللي اتقدم له كان سبايسي جدا ومش هو ده اللي طلبه. ادم بيتصدم لما بيسمع الكلام ده، خصوصا كمان لما بيعرف ان الاكل اللي اتقدم للزبون ده في حد من الفريق هو اللي خربه علشان يسوق سمعه المكان، وعارف ان الشخص ده هو ميشيل. ومن هنا بنفهم ان ميشيل دخل فريق ادم عشان ينتقم منه اصلا، بس كان مستني اللحظه المناسبه. ادم بعدها مشي من المطعم وحالته كانت وحشه قوي، ده حتى حاول ينتحر، بس ريس صاحبه لما بيشوف الحاله دي بسرعه بينقذه. وتاني يوم لما صحي لقى ريس بيحضر له الفطار وكان مبسوط جدا. بعد كده حكى له اللي حصل معاه امبارح بالتفصيل، فريس بيشجعه وبيحمسه انه يقوم من تاني وما يستسلمش. وبعدها ادم رجع المطبخ واشتغل من جديد، وهو في طريقه بيقابل واحد من تجار المخدرات اللي كان بيتعامل معاهم قبل كده، بس
الغريب هنا انه مش بيأذيه وابتسم في وشه ومشي بعدها. وهنا بيكتشف ادم ان ماري دفعت كل ديونه اللي كانت عليه لانها كانت عاوزة ترد له الجميل، وكمان كانت عايزة تنفذ وصية باباها جان لوك وتدي السكينة لادم زي ما طلب منها. بعدها بيوصل توني ولين لغرفة ادم وبيقول له توني ان الشخص اللي قدم الشكوى والتقييم الوحش في المطعم ما كانش من فريق التقييم من اصله، ولما بيسمع ادم الكلام ده بيطير من الفرحة. وبعد كام يوم بيجي اتنين من الزباين اللي بتيجي المطعم دايما، والاتنين كان باين عليهم صفات فريق التقييم، وفورا توني بيرجع للمطبخ وبيبلغ ادم. بس ادم هنا بيقرر انه يبقى مختلف عن كل مره ويتصرف بحكمه كده ورزانه، وبلغ كل الطباخين يشتغلوا عادي وان مفيش اي حاجه، وطبعا ده كله علشان يشيل الضغط والتوتر من عليهم ويقدروا يطلعوا احسن حاجه. ادم اللي كان دايما منفعل وعصبي اتغير 180 درجه، ودلوقتي بقى يدير المطبخ بشكل مختلف تماما، ودلوقتي بقى هادي واثق من نفسه ومن باقي الفريق. في نهايه فيلمنا ادم بيكون سعيد جدا بنجاحه ده لانه قدر يمسك في حلمه بايده واسنانه، وكمان المطعم بتاعه حصل على تقييم 5 نجوم وبقى واحد من افضل واشهر المطاعم في المنطقه. واللي نتعلمه من فيلمنا ده انك تفشل وتقع وتقف من تاني، وخليك واثق في قدراتك وتوكل على الله دايما ومسيرك هتوصل. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنساش الشكر منك باللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من افلامك اللي بتحبها.